وحاول تصاعد الأزمة السياسية بعد تمسك الإطار التنسيقي بترشيح محمد الشيعة السوداني. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. دكتور، بحسب مصادر محلية قالت إن ميليشيا السرايا أطلقت الرصاص على الأمن في النجف بعد اعتقالها عنصرا في الميليشيا. هل تعتقد بأن هذه الحادثة يمكن أن تأتي ضمن تداعيات الصراع بين الصدر والإطار، وأنها قد تكون يعني فتيلا لاشتعال هذا الصراع؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبقناتكم الرافدين الموقرة. الحقيقة يعني سواء أنه جماعة الصدر، ميليشيات الصدر أو ميليشيات الإطار الذيلي لإيران، نعم، فكلاهما الواحد يريد أن ينقض على الآخر، ولكن هنالك الجانب الإيراني الذي يلعب دور القبر في العراق اللي مرة يدفع جماعة الإطار ومرة الأخرى يكون ناصح لجماعة سرايا السلام وغيرها. ولذلك إذا هذه السرايا أو الميليشيات اعتقلت أحد الأشخاص فهذه ليس الأولى وليس الثانية وليس الأخيرة، نعم، بل هنالك نوع من التصادم، سيحصل تصادم مهما طال الزمن أو قصر، وأقول مهما طال لا يتعدى الشهر أو أكثر، سيكون هناك صدام حتمي ضمن المعطيات والتحاليل التي بين أيدينا، تحليلات موثقة أنه كل من الميليشيات الولائية الإيرانية وميليشيات الصدر كل منهم يستعد للمنازلة أي للحرب، ولذلك نعم، ستكون المنازلة القادمة قريبة وقريبة جدا. هل تعتمد في ذلك وفي تلك التحليلات دكتور على التصريحات التي جاءت على لسان قائد السرايا بأن السرايا مستعدة لحسم أي أمر طارئ وبسرعة فائقة كما قال؟ هل هذا يعني الحدث الذي جرى يعني أن هناك بالفعل نية لاستخدام السلاح وبالتالي تدهور الأمور؟ أستاذ العزيز، إذا تذكر قبل 3 أيام تقريبا أصبحت هنالك تنقلات لما يسمى بالقوات قوات الدولة من مكان إلى آخر، وكانت هنالك تنقلات مريبة للقوات الحكومية وجاءت لمساندة بعض القوات التي يشك في ولائها للعراق، وبدأت تدفع بالقوات للدخول إلى المنطقة الخضراء، نعم، ولذلك جماعة الصدر أو ميليشيات الصدر قائدها استنفر وعرف أنه هنالك محاولة للدخول إلى المنطقة الخضراء و القيام بعمل ما للاستيلاء على الحكم وتنصيب نور المالكي رئيسا للوزراء، ولكن كثير من التحليلات وكثير من المحللين الذين لهم باع في التحليل ويكونون صادقين في تحليلهم انه كانت هنالك مؤامره مدبره من قبل الاطار ومن قبل ايران. هل دكتور تعتقد بأن هذا الانتشار الملحوظ في بغداد الذي أشرت له يأتي يعني نوع من التحسب لأي توترات قد تحدث على خلفية الصراع بين الصدر والإطار؟ والسؤال المهم، هل تعتقد بأن هذا الانتشار في بغداد بالفعل قادر على ضبط الأمور فيما لو حصل صراع مسلح؟ أبدا، لن تستطيع القوات الحكومية، ما يسمى بالقوات الحكومية ولو هي أيضا شبه ميليشيات
كثير منها، ما أقول كلها لكن كثيرا منها، أنه لا تستطيع أن تسيطر على الوضع. أخي الكريم، إذا حدث صدام، وكما قلت أنه الصدام قادم لا محال، فإن الفوضى ستعم العراق، ستعم العراق، وقريبا خلال هاليومين أو الثلاثة ستكون منطقة الكرخ ساحة لتحركات القوات، ما يسمى بالقوات النظامية وقوات أخرى، لتطمين نفسهم والذين يحكمون العراق بأنه كل شيء تحت السيطرة. نعم. وهذا كاذب. نعم. طيب السؤال الأخير دكتور لو سمحت، بعد تمسك الإطار بترشيح السودانية، هل تعتقد بأن الصدر سيتحرك أو سيحرك أنصاره مرة أخرى للاعتصام في البرلمان أو في محيطه أو أي إجراء أو تظاهرات أخرى؟ سجلها علي يا أخي الكريم، السوداني لن يصبح رئيس وزراء، لن. وجماعة الصدر لهم بالمرصاد، إذا ما تجرؤوا فسترى جماعة الصدر في المنطقة الخضراء. نعم. وسيدخلون وستكون النتائج وخيمة على الإطار. نعم. أشكرك جزيلا الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.